1990 لاندلاع ثورة الفاتح من نوفمبر المجيدة. السيدة السادة الحضور، تلقت الدفعة المتخرجة التي تصطف أمامكم اليوم تكوينا نظريا وتطبيقيا طيلة 12 شهرا، استهل بتكتيك نشاطات الإعداد البدني والنفسي، كما شمل الجلب النظري منه معارك شرطية ومواد قانونية مدعمة بنشاط تطبيقية داخل المدرسة جسد فيها الطلبة وضعيات نهائية تحاكي النشاطات المسددة في الميدان، وذلك على مستوى فضاءات المدرسة وأمنها الحضري التدريبي ومدينة المحاكاة. كما عززت هذه المعارف وصقلت بتكوين تطبيقي ميداني على مستوى المصالح العملياتية من أمن ولايات ووحدة جمهورية للأمن ومصالح شرطة الحدود والشرطة القضائية، وهو الأمر الذي مكنهم من الاطلاع عن قرب على هذه المهام الشرطية والمشاركة في البعض منها وملامسة التحديات ومخاطر هذه المهنة. وقد دخل لهذا التكوين أشرطة تقييم المكتسبات والكفاءات سمحت بتوزيع الطلبة حسب مؤهلاتهم واستحقاقهم على تخصصات شرطية من حفظ النظام والشرطة القضائية والاستعلامات العامة وشرطة الحدود ليكتمل تأهيلهم لمواجهة الواقع المهني بعد التخرج، مدركين نبل رسالتهم وحجم التحديات التي تنتظرهم. وأفتخر بانتمائي إلى صفوف الأمن الوطني، وأنا سعيد جدا اليوم بتخرج اليوم رفقة زملائي بعد انتهاء الفترة التربصية الذي هي التكوين الأساسي الذي تلقينا فيه مختلف العلوم والأساسيات في مجال الشرطية التي ستفيدنا حتما في حياتنا المهنية مستقبلا، ونحن على أتم الاستعداد لدعم زملائنا في الميدان خدمة للوطن والمواطن. نتخرج اليوم بعد اختتام فترة التكوين الأساسي لمدة 12 شهر، حيث أخذنا عدة معلومات وعلوم شرطية التي سوف تمكننا غدا من تطبيق مهامنا على أحسن وجه. أتشرف وأفتخر بانتمائي إلى جهاز الأمن الوطني الذي منحني فرصة للخدمة الوطني، كما أني سعيد جدا بتخرجي بعد اختتام فترة التكوين الأساسي التي دامت 12 شهر. تلقينا من خلالها علوم ومعارف شرطية ستفيدنا حتما في حياتنا المهنية مستقبلا. نحن على أتم الاستعداد لدعم زملائنا في الميدان لخدمة وطننا والمواطن. ديزاد نيوز، أن يصلك الخبر بالصوت والصورة.